السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي الطلبة، طلبة الصف الثالث الثانوي الفرع الأدبي المنهاج الليبي. أتابع معكم دروس مقرر مادة التاريخ، وقد وصلنا إلى الفصل الثالث الدرس 25. وقد تعودنا في كل درس أن نستذكر في البداية درسنا السابق. سنستذكر سويا الدرس السابق، وقد تحدثنا فيه عن الأسباب المباشرة للثورة الفرنسية، وكنا قد ذكرنا أن أهم الأسباب المباشرة للثورة الفرنسية هو الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها فرنسا في أو قبيل الثورة. وطبعا لهذه الأزمة عدة أسباب، أهمها خسارة فرنسا للعديد من مستعمراتها الخارجية بسبب التنافس بين فرنسا ومنافستها القوية إنجلترا. أيضا من أسباب الأزمة الإنفاق الواسع والكبير على الحروب الداخلية والخارجية، وخاصة حرب الاستقلال الأمريكية التي خاضتها فرنسا ضد عدوتها ومنافستها إنجلترا. أيضا من أسباب الأزمة الإسراف في الإنفاق على الملك وحاشية الملك، والفساد الذي سببه رجال الدين وطبقات الأقطاع والحاشية الملكية. أيضا من الأسباب المباشرة للثورة الفرنسية كما ذكرنا في درسنا السابق محاولات الإصلاح المالي والاقتصادي التي قام بها الملك لويس السادس عشر من أجل الخروج من هذه الأزمة الخانقة التي مرت بها البلاد ما بين عامي 1774 و1789 ميلادي طبعا. وقد استعان الملك بعدة شخصيات هامة في المجال المالي في تلك الفترة، من أشهرهم وأهمهم فيرجو ونيكر وكالون، الذين اقترحوا وقدموا مقترحات هامة للملك للتقليل من نفقات الدولة، وخاصة نفقات القصر الملكي والملك والحاشية الملكية، إلا أن الملك قام بعزلهم جميعا بتحريض طبعا من رجال الدين ورجال الحاشية، إذ كانوا طبعا هاتين الفئتين، فئة رجال الدين وفئة الأمراء والنبلاء والإقطاعيين، يرفضون أي تطور إصلاحي أو مقترح إصلاحي للبلاد. أيضا لدينا مجلس طبقات الأمة، وقلنا أن هذا المجلس كان ذو فكر إقطاعي يتشكل من ثلاث طبقات، هي طبقة الأشراف ورجال الدين والشعب. وقلنا أن هذا المجلس فشل في إقرار مقترحات إصلاحية لأن التمثيل فيه غير عادل وغير وفي ولا يوجد فيه أي مساواة، إذ كانت كل طبقة لها صوت، وذلك لا يتناسب مع النسبة المئوية لهذه الفئات. أيضا لدينا الجمعية الوطنية التي تشكلت بعد فشل مجلس الطبقات طبقات الأمة إقرار الإصلاح المالي، وكان لهذه الجمعية طبعا تأثير كبير في الثورة الفرنسية. أيضا سقوط الباستيل كان من أهم ما يميز الثورة الفرنسية، ومن أهم الأحداث ومن أهم ما جرى في تلك الثورة، ويعد سقوط الباستيل سقوطاً للنظام الملكي وللملك في فرنسا. وكنا قد تحدثنا عن الباستيل وقلنا أنه حصن وقلعة وقصر كان مقراً للملك وحاشية الملك، وكذلك كان وكراً للمؤامرات ضد مصالح الشعب. أيضا كان فيه سجنا كبيرا لكل معارضي الملك والنظام الملكي. إجراءات الجمعية الوطنية السريعة التي قامت بها بعد سقوط الباستيل،
وأهمها طبعاً كما ذكرنا سابقاً إلغاء الامتيازات، امتيازات الأشراف ورجال الدين، وإلغاء الضرائب الكنسية والإعلان عن المساواة بين الفرنسيين جميعاً في دفع الضرائب، وكذلك الإعلان عن المساواة بين الفرنسيين في تسلم المناصب، والإعلان عن انتهاء أو نهاية فرنسا القديمة، فرنسا بنظامها الملكي الاستبدادي القديم، وبداية عصر جديد في التاريخ الفرنسي. بذلك نكون قد استعرضنا أهم مرة معنا في درسنا السابق، ونبدأ بدرس اليوم الثورة الفرنسية بعد سقوط الباستيل. سنتعرف على الأحداث التي جرت في فرنسا بعد سقوط حصن أو قلعة الباستيل. أولاً الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان. طبعاً هذه الوثيقة ظهرت طبعاً متأثرة بأفكار أهم أعلام النهضة مثل جان جاك روسو ومونتسكيو، وصيغة هذه صيغة أو تمت صياغة هذه الوثيقة على يد الجمعية الوطنية، متأثرين طبعا أو متأثرة بإعلان حقوق الإنسان التي ظهرت في إنجلترا وأمريكا، أي أن الفرنسيين أو الثوار والأحرار الفرنسيين الذين قاموا بصياغة هذه الوثيقة تأثروا بالثورة الإنجليزية والثورة الأمريكية، وتمنوا وحاولوا أن ينقلوا هذه التجربتين أو هاتين التجربتين، سواء تجربة إنجلترا أو تجربة الأمريكيين، إلى فرنسا. ومن أهم بنود هذه الوثيقة، أولاً الملكية حق مقدس ينبغي ألا يحرم منها أحد إلا إذا تطلبت ذلك حاجة عامة يقرها القانون. كل فرد بريء حتى تثبت إدانته. حرية تبادل الأفكار والآراء أثمن حقوق الإنسان. لجميع المواطنين الحق في تقرير الضريبة العامة وتحديد قيمتها ومقدار وطريقة جبهتها. يولد الأفراد أحراراً ومتساوين في الحقوق. الحرية هي حق الفرد في القيام بأي شيء بحيث لا يضر الآخرين. لا يجوز اتهام فرد ما أو القبض عليه إلا في الحالات التي يحددها القانون ووفق الأساليب التي يحددها القانون. نلاحظ من خلال ما ورد في هذه الوثيقة أن الفرنسيون ركزوا وأصروا على مبدأ الحرية، الحرية في إبداء الرأي، الحرية في العيش بكرامة، الحرية في اشتراك جميع فئات الشعب في أمور الدولة وأقرار القوانين، وخاصة ما يختص بتقرير الضرائب وتحديد قيمتها، لأن الشعب هو من سيدفع هذه الضرائب. أيضا الحرية والمساواة في الحقوق، الحرية بحيث يمارس هذه أي فرد فرنسي هذه الحرية بحيث لا يضر بالآخرين. أيضا صيانة الحرية، صيانة حرية الفرد وعدم اعتقاله أو القبض عليه إلا في الحالات التي يحددها القانون. إذن الحرية هي من أهم مبادئ الثورة الفرنسية، من أهم المبادئ التي نادى بها الثوار الفرنسيون لما أو بسبب ما عانوه من ظلم وتقييد الحرية في العهد الملكي. أيضا من أهم الأحداث التي جرت بعد سقوط الباستيل أن الملك الفرنسي الملك لويس 16 كان قد خرج من باريس وسكن في مدينة صغيرة بالقرب من مدينة باريس في قصر ملكي مع عائلته، وتردد طبعا للثوار أو لزعماء الثورة أنه يماطل في قبول الوثيقة التي صاغها أو صاغتها الجمعية الوطنية، ووصلت الأخبار للثوار أن الملك يدبر أمرا للقضاء على الثورة،
فحاصرته مظاهرة نسائية أجبرته على العودة إلى باريس. طبعا الثوار وزعماء الثورة أرادوا من إعادة الملك وإرغامه وإجباره على العودة إلى باريس أن يكون تحت أعينهم، كي لا يقوم بالهروب مثلا إلى خارج البلاد، أو يقوم بتحالفات وتآمرات ضد الثورة الفرنسية وهو بعيد عن أنظار الثوار وزعماء الثورة في باريس. إقرار الدستور الجديد. وضعت الجمعية الوطنية دستوراً عرف بدستور 1791 الذي حد من سلطة الملك وأهم ما ورد فيه. طبعاً هذا الدستور أهم بند فيه وأول بند فيه هو تحديد سلطة الملك، حيث كان الملك طبعاً قبل الثورة مطلق الصلاحيات وكل الأمور في يده طبعاً قبل الثورة. أيضا من أهم بنود الدستور الجديد تشكيل مجلس نيابي يمثل الأمة، من حقه إصدار القوانين وأعلان الحرب وإبرام معاهدات السلم وتحديد مرتبات رجال الدين، وفرضت عليهم القسم بالطاعة للدستور. تقسيم فرنسا إلى 28 إقليم متساوية المساحة، ولكل منها مجلس منتخب يشرف على شؤونها الداخلية. طبعا هذه البنود والأفكار التي وردت في الدستور الجديد عقب سقوط الباستيل، سنرى فيما بعد أنها لم تحظى بموافقة ورضا فئات الشعب الفرنسي وخاصة رجال الدين والأشراف وبعض من انقلب على الثورة. تغيير مجرى الثورة في فرنسا. طبعا حاولت بعض الفئات تغيير مجرى الثورة وإبعاد الثورة عن أهدافها الحقيقية، وسنرى فيما يلي بعض المواقف من الثورة الفرنسية سواء في الداخل الفرنسي أو في الخارج. ظن الناس في فرنسا أن الثورة حققت أهدافها في السنوات الثلاث الأولى، إلا أن ما جرى من أحداث أو مجرى الأحداث بدأ يتغير شيئا فشيئا لإبعاد الثورة عن أهدافها. ومن أهم تلك التغيرات أولا محاولة هروب الملك والقبض عليه وأعدامه. كنا قد قلنا سابقا أن الملك كان يحاول التهرب والهروب من فرنسا بعد قيام الثورة ضد حكمه، وطبعا محاولة هربه كانت بتحريض من زوجته في المقام الأول، في طبعا زوجته الملكة ماري أنتوانيت التي حرضته على الهروب وعائلته إلى خارج فرنسا، إلا أن أحد الزعماء الثورة تعرف على الملك رغم أنه كان متخفيا هو وأسرته بملابس عادية، واستطاع أن يتعرف عليه من صورته على إحدى العملات الفرنسية، وتم القبض عليه وعائلته وإعادته إلى باريس. وطبعا فيما بعد تفاوض الثوار وزعماء الثورة فيما بينهم لتقرير مصير الملك وعائلته. طبعا فيما بعد صدامات ونقاشات وخلافات حول تقرير مصير الملك تم الاتفاق على إعدام الملك ومن ثم إعدام زوجته. استنكار رجال الدين ما ورد في الدستور بشأنهم. كنا ذكرنا أن الدستور الجديد أقر أن رجال الدين هم مواطنون فرنسيون مثلهم مثل أي مواطن فرنسي آخر، وأن عليهم طبعا عليهم أن يخضعوا للقانون والدستور، وهذا ما رفضه رجال الدين وشككوا فيه واعتبروه إهانة لهم. عن طبقة رجال الدين كانت من الطبقات الحائزة أو المتمتعة بكافة الامتيازات والصلاحيات، وجاء الدستور ليحدد هذه الصلاحيات ويجعلهم
في مرتبة عادية مساوية لكل أو لأي فرنسي آخر، وهذا لم ما لم يتقبله رجال الدين الفرنسيين. غضب بعض العمال والفلاحين لحرمانهم من الاشتراك في الحكومة. طبعا بعض الفئات من العمال والفلاحين حرموا من الاشتراك في الحكومة، وهذا ما أدى إلى غضبهم، إذ سيطر على الحكومة المنتخبة، الحكومة المؤقتة، الفئة المتوسطة، وغالبيتهم من العمال. انقسام زعماء الثورة على أنفسهم، وظهور عدة أحزاب، أهمها حزب اليعاقبة المتطرف الذي ركز على الإطاحة بالملكية والاستمرار بالثورة. طبعا شيء طبيعي أن تدب الخلافات بين زعماء الثورة، وخاصة طبعا بعد إعدام الملك، وبعد سقوط الباستيل، وبعد أن استبان أو توضح للزعماء أنهم حققوا أهداف الثورة. دب الخلاف بينهم على الحكم والسلطة والمناصب، فانقسموا عدة أقسام وظهرت عدة أحزاب، أشهرها كان حزب اليعاقبة. حزب اليعاقبة كان متشددا وأصر على الإطاحة بالملكية بشكل كامل، والاستمرار بالثورة وإعدام الملك والملكة. أيضا من أهم الأحداث تضامن دول أوروبا ضد الثورة الفرنسية. طبعا خافت الدول الأوروبية من خطر أو من عدوى الثورة الفرنسية، فقد كانت دول أوروبا معظمها محكومة بأنظمة ملكية استبدادية مشابهة للحكم الملكي في فرنسا، ولذلك خافت أن تنتقل عدوى الثورة إلى شعوبها وتنتفض وتثور ضدها. لذلك حاولت هذه الدول أن تشكل تحالف ضد الثورة الفرنسية وإعادة النظام الملكي إلى فرنسا. وطبعا من أهم هذه الدول النمسا، وطبعا بروسيا وروسيا وإسبانيا والسويد، ولكن أشهر هؤلاء أو أشهر المتآمرين ضد الثورة الفرنسية كان إمبراطور النمسا، وهو شقيق الملكة ماري أنطوانيت. طبعا لذلك قامت هذه الدول بالتحالف لمنع عدوى الثورة من الانتقال إلى بلدانهم. سأعرض لكم بعض الصور التي تتعلق بموضوع درسنا لهذا اليوم. من أهم الشخصيات التي برزت بعد سقوط الباستيل شخصية دانتون، وهو أحد زعماء الثورة الذي قام بتشكيل هيئة أو لجنة إدارية لتقرير مصير الملك لويس السادس عشر بعد أن قبض عليه وتم أسره مع زوجته وأولاده أثناء محاولته الهرب. وكان دانتون رئيس تلك اللجنة التي قررت إعدام الملك لويس السادس عشر. طبعا دانتون من أهم زعماء الثورة كما قلنا، وكان له دور كبير في الثورة الفرنسية، إلا أن مصيره كان الموت على المقصلة التي كانت رمزا للقتل والإعدام في الثورة الفرنسية، بسبب انقلاب صديقه وهو روبسبير الذي كان أيضا من زعماء الثورة ضده، ودبر له فخا لينتقم منه أو ليتخلص منه ويبعده عن طريقه لينفرد هو بالسلطة. أيضا لدينا صورة أخرى عن إعدام لويس السادس عشر. هذه الصورة تمثل إعدام الملك لويس السادس عشر على المقصلة في ميدان عام يسمى ميدان الجمهورية بمدينة باريس. أيضا لدينا صورة أخرى
وهي للملكة ماري أنتوانيت النمساوية الأصل، زوجة الملك لويس السادس عشر. الملكة ماري أنتوانيت التي كانت تتمتع بشخصية قوية، حيث سارت إلى منصة المغسلة، منصة الإعدام، بخطى واثقة وقوية، إلا أنها طبعا لاحظ الحاضرون لإعدامها أو فئات الشعب التي كانت قديمة لترى وتشهد إعدام الملكة في الميدان العام، لاحظوا أن شعر الملكة تلون باللون الأبيض فجأة، وقال حراس الملكة أن الليلة الأخيرة التي قضتها في سجنها قبيل إعدامها تلون وصبغ شعرها فجأة باللون الأبيض، دليل على الخوف الذي كانت تخفيه الملكة في صدرها وتمتنع عن إظهاره للناس. نكون بذلك قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم الفائدة والتوفيق والنجاح بهذه المادة وجميع المواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.